عناوين الأخبار: قضية ضد الدولة بسبب أزمة البعث العقاري، إمضاء اتفاقية بين الباعثين العقاريين والمطورين في القطاع العقاري بفلسطين. أكثر من 100,000 رسم عقاري محدث ومخزن إلكترونيا بالمنسير. ولي بنزرت يدعو لتنفيذ قرارات هدم المباني المخالفة للقانون. ولاية نابل تنظر في ملفات السكن الاجتماعي. ارتفاع بنسبة 200% في حجوزات الفرنسيين القادمين إلى تونس. تونس العقارية تشارك في صالون مسكن إكسبو بنيس الفرنسية في دورته الثالثة. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في نشرة الأخبار العقارية. تفاصيل الأخبار: قضية ضد الدولة بسبب أزمة البعث العقاري. أكد رئيس الغرفة النقابية الوطنية للباعثين العقاريين أنه سيتم رفع قضية بالدولة التونسية بعد أن تأكد حصول أضرار كبيرة لأهل قطاع البعث العقاري، وأشار في ذات السياق إلى أن الأرقام مخيفة جدا، خصوصا وأنه إلى حدود الشهر الخامس لم يتمكن الباعثون العقاريون سوى من بيع 24 شقة بكامل تراب الجمهورية، وهو أمر من شأنه إلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني خصوصا القطاع البنكي حسب تقديره. هذا وكان الباعثون العقاريون قد حذروا منذ بداية هذه السنة من بلوغ الأمر حدود الأزمة في قطاعهم. إمضاء اتفاقية بين الباعثين العقاريين والمطورين في القطاع العقاري بفلسطين. أبرمت الغرفة الوطنية للباعثين العقاريين اتفاقية مع جمعية المستثمرين والمطورين في القطاع العقاري الفلسطيني، تتضمن تكوين هياكل لتحقيق مزيد من التعاون. هذا وأكد رئيس الغرفة النقابية للباعثين العقاريين التونسيين فهمي شعبان دعم نقابته للشعب الفلسطيني خلال لقاء جمعه بسفير دولة فلسطين لدى تونس هايل الفهوم، مشيرا إلى أن العمل جار على قبول دولة فلسطين في الفيدرالية العربية والدولية للبعث العقاري. أكثر من 100,000 رسم عقاري محدث ومخزن إلكترونيا بالمنسير. سجلت الإدارة الجهوية للملكية العقارية في المنسير إلى غاية الخميس المقضي أحداث 105,795 رسم عقاري في الجهة، مقابل 45,000 رسم عقاري في فيفري 2008 تاريخ أحداث هذه الإدارة، وجميعها مخزنة إلكترونيا بنسبة 100% حسب جمال النجاز المدير الجهوي لإدارة الملكية العقارية بالمنسير. وينتظر أن يتم منتصف سنة 2019 تركيز منظومة الإعلامية العقارية 2 بالإدارة الجهوية في إطار تطوير الخدمات العقارية بأحداث بوابة لتلقي الخدمات واستخلاص معالمها وإزدائها على الخط، حسب نفس المصدر الذي أشار إلى أن جميع المنظومات الإعلامية التي يستعملونها من إنجاز كفاءات تونسية تعمل بإدارة الملكية العقارية. ولي بنزرت يدعو لتنفيذ قرارات هدم المباني المخالفة للقانون. انعقدت مؤخرا جلسة عمل بمقر ولاية نابل بحضور أعضاء مجلس نواب الشعب بالجهة، تم خلالها استعراض كل المستندات الخاصة بالسكن الاجتماعي والتطرق للمساكن التي تم إنجازها والتي في طور الإنجاز، وفق ما أكدته النائبة بمجلس نواب الشعب محرزية العبيدي في تصريح إعلامي. ولاية نابل تنظر في ملفات السكن الاجتماعي. دعا ولي بنزرت محمد قويدر خلال زيارة عمل أداها إلى معتمدية غار الملح، دعا السلطة الجهوية بالمنطقة إلى المضي في استصدار قرارات الهدم وإزالة البناءات العشوائية المنتصبة دون وجه حق قانوني على الشواطئ. كما أوصى كل الهياكل الرقابية المشتركة بالجهة على مواصلة رفع نسق الإجراءات المتعلقة بإيقاف نزيف البناء الفوضوي والاستغلال المفرط للشواطئ العمومية من قبل المنتصبين، مؤكدا في ذات السياق على عدم التردد في تنفيذ القانون على الجميع دون استثناء.
ارتفاع بنسبة 200% في حجوزات الفرنسيين القادمين إلى تونس. سجلت حجوزات السياح من الفرنسيين القادمين إلى تونس ارتفاعا بأكثر من 200% مقارنة بموسم 2017، وفق ما صرح به رئيس النقابة الفرنسية لشركة وكالة الأسفار سيتو روني مارك تشيكلي بباريس. وأشار إلى عودة ثقة السياح الفرنسيين في الوجهة التونسية مع اعتزام 650 ألف فرنسي قضاء عطلهم الصيفية في تونس. تونس العقارية تشارك في صالون مسكن إكسبو بنيس الفرنسية في دورته الثالثة. من المنتظر أن تنتظم الدورة الثالثة للصالون التونسي مسكن إكسبو بنيس الفرنسية بين 22 و 24 جوان الجارية. وسيحتضن فعاليات هذه الدورة قصر المؤتمرات نيس أكروبوليس، وفي إطار تشريك حرفائها في أهم المنصات الدولية وتسويق عروضهم حول العالم، فإن مجلة تونس العقارية المجلة الأولى في تونس ستشارك في فعاليات هذا الصالون على غرار حضورها المتميز بالدورة الثانية لنفس الصالون بباريس مارس 2018. مشاهدينا الكرام، هكذا نصل إلى نهاية نشرتنا الإخبارية. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.